هذا نظام الغرب، نظام العوائل، نظام الكفاءة الاجتماعية. الإسلام هو الحضارة الوحيدة فيما نعرف الآن الذي يقول بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنه هذا من أي عائلة وهذا شنو وقد ثروته عقد الحياة. إحنا تأذينا الآن، مجتمعاتنا مليئة بالمآسي حقيقة. واحد ما يتمكن يتوسع في هذا الموضوع، في المتدينين وغير المتدينين. غير المتدين يروح ينحرف، المتدين يظل كابتا لنفسه. أحد العلماء كان ينقل يقول امرأة قالت لي أنه أنا عندما أسمع بأنه فتاة تزوجت مثلا الليلة، أنا تلك الليلة ما أتمكن أنام إلى الصباح. تفكر شنو مستقبلها، إلى أين تنتهي هذه المرأة، من يتكفلها بعدين؟ إلى الصباح ما تتمكن تنام، لغفلة والديها أو لغفلة المجتمع أو لغفلتها هي. الذنب مو فقط ذنب الوالدين، الوالدان قد يكونان مذنبين، المجتمع قد يكون مذنب، الفتاة هي يمكن أن تكون مذنبة، يعني مقصرة في هذا الجانب.